يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده الى 10 الصبح بالاهلي. وتعالوا بقى نروح ونتابع مع بعض اخر الاخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه الانشطه مع مراسلنا العزيز والزميل محمد توفيق المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا توفيق صباح الفل عليك، اتفضل سامعينا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، تحياتي ليكم لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي معاكم من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره صباح الثلاثاء 25 مايو. يعني خليني في البدايه اعيشكم معايا هنا في الاجواء داخل النادي الاهلي وكمان مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا من كل مكان. يمكن الجو داخل النادي الاهلي اكثر من رائع، جو ربيعي لطيف، يمكن درجه الحراره اقل بكتير من الايام اللي فاتت. طبعا الجو مشمس جدا لكن في نسمه هواء مخليه الجو يعني اكثر من رائع، اعتقد انه مناسب لممارسه كل الانشطه الرياضيه او حتى لو حد عايز يجي يمارس هواياته الهوايات المفضله بالنسبه له سواء القراءه او كمان. يمكن النهارده عدد كبير جدا من الاعضاء استغلوا فرصه ان الفريق مسافر ومفيش تدريبات فبيمارسوا رياضه المشي وكمان بعض التمرينات الرياضيه. يمكن كمان السيوله المرئيه اكثر من رائعه حوالين كل مداخل ومنافذ النادي. يمكن الاجازات وبدايه الناس كتير بقت في اجازات سواء المدارس او الجامعات، ده مخلي سيوله مروريه كبيره جدا. فاي حد حابب يجي النادي الاهلي بننصح نقول له تعالى، الجو مناسب، الحركه في الشوارع مناسبه جدا، اكيد هتيجي تستمتع داخل النادي الاهلي. كمان يمكن اول ما بتخش من الباب يا كريم ويا نهوان، النادي عباره عن خليه نحل. يمكن زي ما قلت لك يعني اداره النادي التنفيذيه استغلت فرصه ان الفريق الاول مسافر لاداء مباراه السوبر، ويمكن خليه نحل استاد المخصص في ملعب مختار التتش المدرج الخاص بيه، يمكن في بعض التعديلات اللي بتتم فيه يعني هيتم الاعلان عنها قريبا وهتبقى مفاجاه لكل جماهير النادي الاهلي اللي هيتزين. يعني الاستاد او المدرج مختار التتش هنا في الجزيره هيتزين بصور شهداء النادي الاهلي. كمان يمكن قطاع كبير جدا من العمال هنا شغال بشكل كبير جدا في الحدائق اللي داخل النادي، يمكن تم صيانتها بشكل اكثر من رائع، المسطحات الخضراء بشكل كامل، يمكن شبكات الري بتتم كمان عمل الصيانه الدوريه ليها. زي ما قلت لك يعني الوصف داخل النادي الاهلي والاجواء هنا ان خليه نحل شغاله داخل النادي الاهلي. نروح بقى لفرقنا الرياضيه واخبارها. يمكن نبدا بفريق كره الطايره رجال اللي بيختتم استعداداته النهارده ان شاء الله بتدريب على الصاله الرئيسيه في النادي الاهلي، صاله الامير عبد الله الفيصل. من ان شاء الله هيبقى التدريب من 6 ل 8، ده استعدادا لمباراه الغد امام طلائع الجيش في الجوله قبل الاخيره من الدوري العام. ان شاء الله النادي الاهلي يكون من نصيبه تحقيق الفوز، وده ان شاء الله بيقربه خطوه، يتبقى خطوه واحده وهي الفوز في المباراه الاخيره امام نادي الزمالك يوم 2/6 باذن الله. وبكده النادي الاهلي ان شاء الله يحقق لقب بطوله الدوري العام، اللقب المفضل لفرقه الماسترز او رجال الطايره بالنادي الاهلي. كمان فرقه السيدات بالنادي الاهلي طايره بتواصل استعدادها علشان ان شاء الله مباراه قبل النهائي في الدوري في كاس مصر للسيدات. يمكن الفريق كان صعد من دور ال 16 لدور الاربعه مباشره نظرا ل يعني الفرقتين اللي كان المفروض هيقابل واحده منهم في دور الثمانيه انسحبوا وما لعبوش المباراه. كان يعني الفرقتين انسحبوا كانت 6 اكتوبر وفرقه اخرى، لكن النادي الاهلي صعد مباشره لدور الاربعه وكان منتظر الفائز من ديلفي وسبورتنج. لكن بالامس يمكن كانت المباراه بين سبورتنج وديلفي في مباراه دور الثمانيه وسبورتنج استطاع انه يفوز بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وبكده هيبقى هو المنافس اللي هيقابل النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه دور النهائي الدور قبل النهائي يوم 4 يونيو القادم. كمان فريق الشباب مواليد 2003 17 سنه بالنادي الاهلي يمكن استطاع الفوز اول امس على في الدور النهائي على نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل لا شيء. بالامس كمان تمكن على الفوز على الاتحاد السكندري بثلاث اشواط مقابل لا شيء، والنهارده يتبقى له المباراه الاخيره امام الصيد في زي ما قلنا في التصفيات النهائيه لدوري الشباب الكره الطائره. ان شاء الله الفوز النهارده على الصيد في المباراه اللي تقام الساعه الرابعه على صاله المقاولين العربي يكفل النادي الاهلي ان شاء الله للشباب مواليد 2003 الفوز ببطوله الجمهوريه. كمان يمكن فريق السله بيواصل استعداداته، طبعا كان في مباراتين وديتين امام الجزيره النادي الاهلي تمكن من الفوز فيهم، ده استعدادا طبعا لمواصله يعني مشوار الفريق في بطوله الدوري العام اللي النادي الاهلي وصل فيها لدور الاربعه وهيقابل الاتحاد السكندري. في دور الثمانيه كان الاهلي تغلب على سبورتنج بنتيجه 3 مباريات لمباراه في نظام بيست اوف 5. ان شاء الله الفريق بيواصل استعداده تحت قياده المدير الفني الجديد ماريو بالما، وان شاء الله النادي الاهلي يكون استفاد كتير جدا من فتره التوقف دي وان شاء الله يعود ويحقق بطوله جماهير النادي الاهلي مستنياها من فتره وهي بطوله السوبر لدوري الرجال كره السله. يمكن دي كانت كل اخبار فرقنا الرياضيه هنا والاجواء داخل النادي الاهلي. الكلمه ليكم والعوده للاستوديو من جديد. كل الشكر لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل النادي الاهلي المتواجد في مقر النادي في
الجزيره، مش كان في الجزيره؟ مظبوط يا فندم، مظبوط حصل الكلام ده، كان في الجزيره فعلا. كل الشكر ليك يا توفيق، صباح الفل عليك.